من لندن. نرحب بالقيادي في الجبهة الوطنية العريضة هشام أبو ريدة. أهلا بك سيد هشام. وإلى أي مدى تبدو المؤسسة العسكرية السودانية اليوم قادرة على تقديم بديل بعد استقالة حمدوك؟ مرحبا بك ومرحبا بكل المتابعين. ما يقوم به المكون العسكري هي ردة فعل للجموع الشعب السوداني التي ظلت تخرج بانسياب منذ ديسمبر 2018 وإلى أن تعطلت هذه الثورة العظيمة من خلال الشراكة التي كانت غير متكافئة ما بين المكون العسكري والمكون المدني. وبموجب هذا الأمر تم تعطيل هذه الثورة العظيمة لفترة سنتين ونيف. الآن الشارع السوداني رجع إلى الثورة مرة أخرى ضد المكون العسكري اللي هم يمثلون النظام السابق. وهذه المليونيات يعني الآن يتم الدعوة لها قبل شهر من يعني الآن يوجد جدول للخروج لكل شهر يناير، وكذلك عند نهاية هذا الشهر سوف يتم الإعلان إلى فبراير، وهكذا إلى أن يتم تسليم السلطة إلى المدنيين تسليما كاملا. لا يكون هنالك أي وجود للمكون العسكري، وهذا الأمر أصبح هو شعار الشارع، هو لا تفاوض ولا رجوع مرة أخرى إلى ما قبل يوم 25 أكتوبر، وكذلك لا وجود أي شرعية لهذا الانقلاب. الآن البرهان وجمرة الآن قد يعني يقاومون المد الثوري، ولكن هذه الثورة السودانية سوف تصل إلى نهاياتها، وسوف ينتصر الشعب السوداني، وسوف يتم التحول الديمقراطي الذي من أجله مهرت هذه الثورة العظيمة بالدماء، ولا زال هؤلاء الشباب يقدمون دماءهم مطاهر من أجل الانعطاف الكامل لهذه. لكن ألا يدرك يعني الجانب العسكري هذا الأمر؟ يعني إلى أي مدى وضع الجيش اليوم نفسه في مواجهة مع المتظاهرين في ظل عدم وجود حكومة؟ لما نتحدث عن الجيش السوداني، الجيش السوداني الرتب في الوسط، الرتب الصغيرة هي رتب بتاع الشرفاء، ولكن الذين يتقلدون الآن، الذين يتواجدون الآن على قمة وهرم الجيش هم تم أدلجتهم، الآن هم يدافعون عن المنظومة والنظام السابق. هؤلاء لا يعنيهم الشعب السوداني بشيء، هؤلاء يريدون الآن إرجاع النظام السابق من خلال بوابة التسلية السياسية والضغوط الناعم، ولقد فشلوا تماما في هذا الأمر. والدليل على ذلك الآن الشارع السوداني كله خارج ويظل في هذا الخروج المستمر إلى أن يتم إسقاط هذه المنظومة واقتلاع نظام الانقلابي الذي سطع على الشرعيه اللي كانت موجوده منذ 89. نحن الان معركتنا اصبحت معركه واضحه، كانت هنالك يعني بعض المكونات السياسيه التي قد يعني جعلت هذه الثوره العظيمه بردا وسلاما على النظام السابق من خلال التسليه السياسيه، والتي لو فطن لها الشعب السوداني. الشعب السوداني الان قد قال كلمته، والآن كل الشوارع تريد محاسبة هؤلاء الذين يعني قاموا بقتل وسحل الشعب السوداني منذ 89 وإلى يومنا هذا. الآن كل القوى السياسية الجادة تعمل مع تناغم مع الشارع السوداني، مع لجان المقاومة، من أجل اختلاع هذه المنظومة من جذورها وقيام دولة مدنية، دولة القانون، دولة التي تحترم الإنسان، التي يعني تقدم هذا الوطن الجريح الذي يعني عانى الويلات لظل النظام الأنظمة الشمولية التي أبعدته كثير. نعم، يعني ماذا عن نظرة المجتمع الدولي لما يحدث؟ يعني أنت اليوم كقيادي في الجبهة الوطنية العريضة وتتكلم إلي من لندن الآن، كيف ترى ردود الفعل الأوروبية حيال ما يدور في السودان؟ المجتمع الدولي بعد 25 أكتوبر وبعد التوقيع على الاتفاق السياسي ما بين
رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك ومع البرهان بعد 21 نوفمبر. المجتمع الدولي قد يعني بدا في دغدغه مشاعر الشارع السوداني بانه يريد ان يجد الشرعيه لهؤلاء الانقلابيين، ولكن جاءت رده الشارع السوداني بعد ذلك بهذه المليونيات التي قد رفضت تماما اي خارطه طريق ترسم له من خلال المحاور او من خلال المجتمع الدولي. الشعب السوداني شعب ذات اراده حره لا يريد من اي مجتمع دولي يحدد له من يحكم. الشعب هو يريد ان يحكم نفسه بنفسه وبعيدا عن اي مصالح من الدول الاخرى. الان المجتمع الدولي قد ارسل اشارات الثلاثة ترويكا كلهم قد اجمعوا بانه لا بد من التحول الديمقراطي الكامل، من التحول من الدوله العسكريه الى الدوله المدنيه، وهذا الامر يعني قد فرضه هؤلاء الشباب بهذه التضحيات بهذا الخروج المستمر لمغارعة هذا النظام. وسوف الثورة هذه الثورة تنتصر وسوف تصل إلى نهايتها، وسوف يعيش الشعب السوداني حياة كريمة حياة طيبة بعيدا عن الأنظمة الشمولية الدكتاتورية. نعم، شكرا جزيلا لك القيادي في الجبهة الوطنية العريضة هشام أبو ريدة، كنت معنا من لندن.